ورسالة للجميع أنه لا يمكن، أنه لا مكان بين المتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدة السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لحصر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. فلنحاسب كل ما يتجاوز ذلك، فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله خدمة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.